السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا إلى موجز الأخبار. مع تصاعد القلق بشأن كورونا أكثر من 12 بلدا تفريض قيودنا للقادمين من الصين. قرار منتدر بشأن عودة ترامب إلى فيسبوك يقسم الأمريكيين. محمد بن زايد يهنئ نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية ويدعوه إلى زيارة رسمية للإمارات. وسط انفجارات تهز كييف، الرئيس الأوكراني يتوقع النصر في 23 و2000، وروسيا تؤكد أن الانتصار في الحرب أمر لا بد منه. أرقام تزعج المحافظين، أكثر من 45,000 مهاجر غير نظامي عبروا إلى المملكة المتحدة خلال عام. ثم اللقاء قريب.